نبتدي بقى احنا بنتكلم عن منتخب مصر. شفت النهارده الرباعيه ازاي؟ مصر وكوريا ونتيجه تقيله، مباراه صعبه، والاهم من كده كان الشكل العام كمان ما كانش جيد. بص يا كابتن، انا متوقع يعني برضو انا بتكلم بصفه يعني برضو فنيه، انا كنت متوقع برضو ليه؟ لان فرقه كوريا فرقه كويسه جدا، فرقه عندها من الامكانيات الفنيه اولا سرعه الاداء وسرعه الريتم، وعنده لعيبه على المستوى الفردي لعيبه كويسه جدا. عنده النهارده رؤيه كويسه، يعني عنده رؤيه كويسه النهارده، وده اشتغل بيها مباراه النهارده. مباراه النهارده يمكن زي ما قلت لك كابتن ايهاب، هو النهارده حاطط ناس كتير، يعني حاطط ناس كتير النهارده برضو بيشوفهم، يعني احمد عاطف النهارده كان في، احمد رفعت في ابراهيم عادل، في ناس كتير قوي النهارده كان بيشوفها. فمن حقه ان يشوف لعيبه، ولكن زي ما قلت لك ان طب هل النهارده الفتره تستدعي ان انا اشوف لعيبه؟ خاصة أنا خارج من أثيوبيا خسران 2-0، بشكل عام ما كانش لذيذ. مباراة كوريا وحضرتك بتقول الريتم عالي، هل ولا النهارده كنت لازم ألعب بتشكيلة أفضل من كده؟ ما هو التشكيلة مين برضه معذور؟ يعني فرقة النادي الأهلي، أو في عدد كبير من لعيبة النادي الأهلي طبعًا ما لعبوش. فهو النهارده حاطط النهارده رؤية فنية لمستقبل، لمستقبل. النهارده برضه عنده لعيبة صغيرة، لعيبة النهارده اختارها، يعني كلهم معظمهم لعبوا. فهو النهارده كان ليه رؤية النهارده إن ده ماتش ودي وماتش مع كوريا. وهو في نفس الوقت يا كابتن اسامه، بيني وبينك يعني انا بأشفق على ايهاب. ليه؟ التيار جامد قوي ضده. هو طبعا النهارده حتى ثقه اداره الماتش النهارده بيبقى قاعد قلق. بيلعب مع فرقه كوريا، فرقه زي ما قلت لك فرقه مميزه، فرقه كويسه، فرقه وصلت نهائي كاس عالم. فكل هذه الامور، لا النهارده في مقاييس كتير للمدير الفني. هل المدير الفني النهارده لما كان حط رجله في الطياره ورايح كوريا في ارتياحية؟ في ارتياحية النهارده، انا بشتغل بارتياحية وبشتغل النهارده في ثقة في الإعلام وثقة في اتحاد الكورة وثقة في الجماهير، ولا كان في هزة عنيفة بعد ماتش أثيوبيا 2-0 اللي اتغلبناه؟ في حاجات كتير قوي النهارده المدير الفني بيشتغل عليها، بدليل ان هو يمكن في المؤتمر الصحفي بعد كده قال لك انا بشكر اللعيبة على مجهودهم اللي عملوه. وهو في راحة لمدة أسبوع، مسافر أمريكا برضه. هل عندنا دلوقتي في الدوري المصري مدرب بمواصفات الكابتن محمود الجوهري؟ مدرب يقدر يلم الشارع المصري، الشارع المصري، ودي يحط تحتها 7000 خط. الجماهير المصرية لما بيكون في مباراة لمنتخب مصر في التفاف جماهيري، أصبح الآن دلوقتي ممكن يكون في مباراة الناس ما عندهاش علم بالمنتخب. كابتن أسامة في مواصفات، كابتن جوهري كان بيقدر يعمل دي. كابتن أسامة في مواصفات حديثه الصحفية ما أنا قصدي في مواصفات. النهاردة مين بيساند المدير الفني؟ ماشي؟ النهاردة الإعلام الإعلام أولاً بيساند المدير الفني. المدير الفني النهارده بيتعامل مع الاعلام بايجابيه، بيتعامل مع الاعلام بصراحه، بيتعامل مع الاعلام في اجتماعات النهارده، تعالوا نقعد نتكلم نشوف كل حاجه انتوا عايزينها واحنا عايزين ايه، بيشرح وجهه نظره، بيشرح ايه مستقبل الكره المصريه، بيشرح النهارده عنده ايه البلاننج اللي عامله للمباريات. فكل ده الكابتن جوهري رحمه الله عليه كان عنده الذكاء في التعامل. ما كانش وصل لمفهوم الناس دلوقتي والجماهير واللاعبين السوشيال ميديا. كانتش وصلت، كانت الناس كلها النهارده ده طبعا الانتقاد بقى اعنف من زمان. ما انا بقول لك كانت كل حاجه النهارده واضحه وصريحه، كنا بنقعد مع الاعلام، بنقعد مع الجماهير. في رابطه الجماهير كانت بتيجي وبتيجي لنا في ما كنا قاعدين في الدفاع الجوي، كانت بتجي لنا وبنقعد نتناقش وبنتكلم وكل هذه الامور. فكان في ايضا تجاوب، في تواصل بين الاعلام والجماهير. ان الاعلام بيوصل للجماهير، الجماهير ايضا كانت موجوده. كانت موجوده، دلوقتي ما فيش جماهير. كانت موجوده يعني استاد القاهره لما حصل ماتش الجزائر في النهائيات، ما شاء الله 130,000 متفرج. الاستاد ده مليان، الوصول لكاس العالم 90 بيدي طبعا، بيدي انطباع للعيبه ان هو النهارده لا ده في جماهير. النهارده اللعيب بيلعب، النهارده تلاقي 500 600 700 ما فيش جماهير. بس في التجربه بتاعت النهارده اللعيبه الصغيره حتى وقعت تحت ضغط جماهير، الجماهير الكوريه النهارده ماليه المدرجات.